من جديد مرحب بكم في حال البلد. الدولار يتراجع اليوم، البنك المركزي يعلن عن سياسات جديدة. هل تستطيع سياسات البنك المركزي أن تكبح جماح الدولار؟ هل نستطيع أن نأخذ مؤشر اليوم، تراجع الدولار اليوم، إلى فعالية بعض هذه القرارات أم لا؟ سعيد بالحوار في هذا الموضوع مع ضيفي داخل الاستوديو سيد السماني الوسيلة، رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان. سيد السماني مرحب بك. الأستاذ عادل الباز، رئيس تحرير صحيفة الأحداث نيوز الإلكترونية. عادل مرحب بك من الدوحة. البروفيسور حسن بشير، أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين. بروف حسن مرحب بك. نبدأ هذه الحلقة بتقرير ثم نعود للحوار. دونما مقدمات وبصورة فجائية شهد السوق الموازي ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الدولار، الأمر الذي قابله كثير من السودانيين وغير قليل من الخبراء بالحيرة والاستغراب. ذلك أن الارتفاع جاء متتاليا وبقفزات كبيرة وغير مطروقة من قبل، لدرجة أن سعر الدولار زاد بنسبة 5 جنيهات في يوم واحد خواتيم الأسبوع الماضي. ولكن سرعان ما بدأ سعر الدولار رحلة الانخفاض بصورة سريعة وفجائية أيضا، على الرغم من أن الحكومة لم تنفذ خططها الإسعافية بالشكل الكلي، مما أدى لتراجع الدولار إلى حدود 38 جنيها بعدما لامس حاجز 45 جنيها الأسبوع الماضي، وهو ما فتح الباب واسعا حول أسباب القفزات المتتالية لسعر النقد الأجنبي في السوق الموازي، لا سيما أن بعض الخبراء استبعدوا أن تكون الزيادة ناتجة عن المبررات التقليدية، وربما ذلك ما جعل كثيرين يرون أن ارتفاع الدولار مرتبط بسياسات الحكومة، ولا سيما الحلول الأمنية التي رأى البعض أنها ضبطت فوضى السوق الموازي، لكنها تسببت برأي آخرين في حدوث اختلال في معادلة العرض والطلب بعدما اختفى التجار وبعدما اختفى المعروض من الدولار. وليس بعيدا من هذا، فإن كثيرا من المختصين أرجعوا الصعود المتتالي في سعر الدولار إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة بحظر 150 شركة من عمليات الاستيراد بحجة أنها تتلاعب في إيراد حصائل الصادر، وهو أمر رأى كثيرون أنه جفف بعض موارد النقد الأجنبي. وفي غمرة ذلك كله قررت الحكومة أن يكون بيع وشراء وتصدير الذهب حكرا على بنك السودان المركزي وحده، في خطوة رأت السلطات المختصة أنها ستسهم في زيادة موارد النقد الأجنبي، وستسهم في إيقاف تهريب الذهب وبيعه في الخارج دون علم الحكومة، بيد أن بعض الخبراء قللوا من جدوى النتائج المترتبة على احتكار بنك السودان لتجارة الذهب بحجة أن شراء البنك للمعروض منه سيؤدي لحالة من التضخم، على اعتبار أن المركزي سوف يستعين بكتلته النقدية في الشراء، مما يؤدي لزيادة الكتلة النقدية المطروحة للتداول دون أسس علمية صارمة. فما هي أسباب القفزات المتتالية للدولار؟ وما هي أسباب الانخفاض المفاجئ؟ وهل يمكن أن يكون احتكار البنك المركزي لتجارة الذهب سببا في استقرار سعر الصرف؟ طيب، قبيل أن نبدأ الحوار أيضا أشير إلى تصريح مدير البنك المركزي السيد حازم عبد القادر بالأمس حول هذه السياسات الجديدة، وشاهدنا تصريح السيد حازم قبل أن نبدأ الحوار. كنا في اجتماع مع سعادة رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمتابعة القرارات والتوجيهات والتكليفات الخاصة بسعر الصرف وتداعياته في الفترة الأخيرة، وقدمنا تمرير كامل لما تم تنفيذه في الفترة السابقة. والآن من أهم ما توقعت عنه هذا الاجتماع أنه احتكار تجارة الذهب بالنسبة لبنك السودان شراء وبيعا وتصديرا، يعني حيكون بنك السودان حيركز على الشراء من مناطق الإنتاج ولحد التصدير، وأي بعدك أي شخص يريد ذهب عليه أن يشتري من بنك السودان ممثلا في مصفات الذهب. هذه واحدة من القرارات الهامة اللي هي نحن نفتكر انه حتزيد المشتريات بنك السودان من الذهب، وحتزيد الصادر بتاعه، تزيد الموارد بالنقد الأجنبي، وإن شاء الله يكون عندها أثر واضح جدا في سعر الصرف
المتصاعد هذه الأيام. المسألة الثانية فيما يتعلق بعملية الاستيراد والتصدير، برضو نحن في مراجعة مستمرة، وهذا في هذا الاجتماع تم التداول حول الآلية التي يتم بها شراء النقد الأجنبي وحصائل الصادرات من المصدرين للبنك وكيفية توزيعها. تم الاتفاق على آلية جديدة حيتم بموجبها شراء كل حصائل الصادرات وكل الموارد الأخرى من البائعين للنقد الأجنبي بواسطة غرفة التعامل بالنقد الأجنبي داخل المصرف المعني، المصرف التجاري، وبعد ذلك يتم التوظيف وفقا للأولويات بتاعة الاستيراد على أساس أنه يكون في تحجيم للاستيراد ووضع أولويات للاستيراد والاستفادة من الموارد المتاحة من النقد الأجنبي استفادة مثلى. طيب، من الدوحة نرحب بالأستاذ عادل الباز، رئيس تحرير صحيفة الأحداث نيوز. عادل، مرحبا بك. أشرت في عمودك الصحفي بأنه هناك خطوات جيدة أو خطوات ممتازة أقدمت عليها الحكومة من جنس خطوات اتجاه الصادرات، دعم الصادرات ووقف استيراد كل ما هو ليس ضروري. هل نستطيع اليوم على ضوء القرارات الجديدة من السعر التأشيري ارتفاعه بالنسبة للدولار في البنك المركزي وقرار في موضوع الذهب، هل نستطيع أن نقول أن هذه القرارات أيضا تمضي في ذات الاتجاه أم لا؟ القرار الأخير المبارح ده شوية شرح للناس لأنه هو ملتبس على كثير من الناس، لكن ده رد للذهب. القرار بتاع أخذت الذهب أحسن، أبدأ لنا بالشرح وبعدين نجي للذهب. كويس. الحصل في القرار المبارح اللي هو كان كل الدوائر الاقتصادية تخوفت من أنه هذا القرار يعني مصادرة حصائل الصادر من المصدرين. نعم. الفكرة كانت أن أي زول يجيب حصل الصادر البنك المركزي بالقانون أو بالغصب أو أي حاجة يشتريها منه بسعر 31 اللي هو السعر الأصدر اليوم، السعر التأشيري 31، ودي عملت ركة كبيرة جدا من كثير المصدرين. الفهم الصحيح أو العمل بنك السودان ما قدر يشرح للناس اللي هو سيطر فعلا على الحصائل الموجودة الآن الموجودة في البنوك. أي زلمة حصيلة بتاع الصادر تم السيطرة عليها بسعر 31، لكن أي زول شغال استيراد وتصدير، أي زول شغال استيراد وتصدير من حقه يشيل قروشه دي ذاتها بسعر 31. يعني إذا عندك مليون دولار ده يعني من حصل الصادر بدوك المليون دولار ده عشان تستورد به احتياجاتك الرأسمالية وبتخلق الإنتاج. يعني ما زمان بيحصل شنو؟ أنه متاح للمصدر أنه يبيع حصيلة الصادر لآخرين. الماشين الصين يجيبوا الموبايلات، الماشين يجيبوا عدة، الماشين يجيبوا كده، ده كله كان متاح للمصدرين يبيعوا لهم. الآن أصبح ده ما متاح للمصدر اللي عنده احتياجات بتاعت استيراد بتيحوا له احتياج استيراد مدخلات انتاج او معدات رأسمالية، بتيحوا له من البنك من حصيلة في البنك ان يستخدمها للحياة دي، او قد بتيحوا له زيادة على كده، يعني زيادة على المبلغ بتاعه اذا موجود في البنك المعني اللي بتعامل معاه، بتيحوا له مبلغ اخر اضافي لانه يستورد به. المشكلة دي بتكون تعمل مشكلة، القضية دي بتكون تعمل مشكلة للمستوردين اللي ما عندهم حصائل صادر، لأنهم ما متاح لهم أن يشتروا من السوق، وما متاح لهم تحويل بدون عملة. طيب دي غطاء حتحصل فيه مشكلة كبيرة. اللي هو ده المحل اللي استوردوا، لأن أنت ما بتح لهم يجيبوا أي موارد من أي موارد التالي عشان يفتح له اعتمادات. ولو جات دخلوها البنك برضو حتقطع لأنه هي تتعامل بزينا تتعامل ومشطرية الأخرين. فده إشكال ينبغي يعني يجد له حل في السياسة دي. أفتكر السياسة دي مؤقتا قد تنزل بسعر الدولار، زي ما حصل الليله ومبارح اللي هو بدا سعر الدولار ينزل، لانه موجود في حصائل صادر بكميه كبيره موجوده. الناس كانوا مخلينا ناس كانوا مخلينا على سن الدولار مصاعد، هم كان رغبتهم يبيعوه.
يبيعوها بعد الدولار مثلا يصل 50 بعد كده، وبعدين يتعاملوا مع البنك الالماني يعني. فدي انتهت مؤقتا بتخفض الدولار، لكن استراتيجيا دي ما المعالجه طبعا الشامله للازمه الاقتصاديه. لا على الاقل في الوقت الراهن يعني. في الوقت الراهن تخفض الدولار هذه المعالجه. نعم. طيب. الان لانه في موارد، في موارد موجوده يمكن ان تستورد الحاجات العاجله دي. طبعا اصلا المطلوب انه خطوط التمويل الخارجيه هي دي التجربه المصريه. التجربه المصريه حصل نفس التسارع ده بالتصاعد بتاع الدولار. صحيح. اول من بدا البنك النقد الدولي دفع 3 مليار، التحالف اللي احنا نقول التحالف الخليجي دفع الرز 30 مليار. طوالي جناح ساعة المطر ثابت له سنة ونصف حدود 18. طيب حنجد النقطة بتاعت الخطوط بتاع التمويل الخارجية تسدينا زمن، ومحتاجين لنبني احتياطات جيدة كده. خلينا نبدأ خلينا في النقطة الأولى دي قبل ما نجي لموضوع الاقتراض الخارجي والإسناد الخارجي. بروف حسن بشير، هل تتفق مع عادل بأن هذه الخطوات تجاه حصائل الصادر هي ستخفض الدولار في الوقت الراهن، وأن ما تم اليوم مؤشر قوي على ذلك؟ مساء الخير. للأسف لم أسمع صوت الأستاذ عادل الباز، كان بعيدا جدا ومتقطع. لم أفهم منه شيئا، ولكن عموما يعني حول ما يتعلق بسياسة البنك المركزي قراراته تجاه حصائل الصادر، عادل بفتكر أنه القرار الذي أصدره بالأمس عنده تأثيرات إيجابية، يعني وضحت اليوم خفضت الدولار أو كبحت جماح الصعود اللي كان الرهيب في الأيام الماضية. لا أنا لا أتفق مع هذا الرأي، لأنه ولا أعتقد أنه الانخفاض سعر الصرف بالنسبة للدولار هو نتيجة حصائل الصادر، لأنه هذا القرار اتخذ بالأمس لا يمكن أن يؤثر بين عشية وضحاها على سعر الصرف. لكن المفارقة أنه هنالك فرح يعني بتراجع سعر الصرف ل 37 جنيه، كأنه هذا يعتبر إنجاز أو أن هذا درجة أقل في السوق. يا بروف خليك متفائل شوية، درجة أقل في السوق حتى لو اعتبرته سيء يعني. لا أنا طبعا أي يعني أتفق معك في المسألة بتاعت أنه هو لكن أنا أشرح أنه لماذا يعني هذا رأي. لأنه أنا أفتكر أنه السبب الرئيسي هو تغليص السيولة والحد من السحب السيولة من جهاز المصرفي، إضافة لكمية الإجراءات التي تم اتخاذها في تحجيم السوق الموازي، بالتحديد الإجراءات الأمنية والجوانب التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وليس حصائل الصادر. الإجراءات الأمنية وإيقاف يعني الحاجة اللي حصلت في البنوك. أيوة بالضبط كده. السيد السمان الوسيلة، يعني هذا تبرير قبل ما نيجي لموضوع الذهب، هذا يعني استهلالا للقرارات التي اتخذها البنك المركزي. وشوف هو الاقتصاد طبعا علم بدائل ويحتاج إلى استقرار في السياسات. يعني الآن واضح جدا أنه الناس بتدور عشان تفتش لسياسة تكبح جماح الدولار، لكن لابد أن يكون ده في إطار سياسة كلية، لأنه مؤشرات الاقتصاد الباقي يعني التضخم الميزان المدفوع كله ده زي ما قال الأخ عادل أنه هو والبروف في مسألة انخفاض الدولار قد تكون سندته القرارات، ولكنها حتى تصمد لمتين. حصائل الصادر دي الصادر ذاته قدر شنو عشان ما يصمد الدولار مصاده، لأنه الدولار الآن تحول إلى سلعة الناس بتمشي تشتري عشان تحافظ بها على ثرواتها هي. أنه الآن الليلة شخص قروشه في البنك 100 جنيه بقت 30 جنيه قيمتها. ولذلك أنا ما بفتكر أنه السبب الرئيسي المباشر هو سياسات بنك السودان، لأنه باكر بعد باكر لا يعني ما أستغرب لو بنك السودان غير في المتابع للسياسات بنك السودان في الفترة اللي فاتت اللي هو مفروض يكون هو المتحكم في السياسة النقدية، لكن أصبح بنك السودان مهيمن عليه سياسة مالية. السياسة المالية يعني خلته تقصد شنو بالسياسة المالية؟ يعني مهيمن على بنك السودان لأن تكون عنده استقلالية في اتخاذ قراراته.
ما تهيمن عليه السياسات المالية، لأن السياسات المالية والنقدية متكاملات، لكن أي يعني سيطرت واحدة أو هيمنت واحدة عليها على السياسات النقدية بتخليه يلهس وراء القصة بتاعت يلحق سعر الدولار ده. وهسي دي محاولة بتاعت أنه هو يعني يرجعه لورا، لكن في سياسات كثيرة جدا. السياسة الأمنية بتقدر تكمحه لفترة طويلة. لازم تكون في مصادر بتاع الدخل للدولار ده ذاته في الأول، ولا بد تكون في آليات حتى الواردات دي. الواردات دي ما لازم تكون فيها لا آليات واضحة جدا، دارين يستورد شنو، دارين يعملوا بها شنو، دارين يدخلوها في مصادر إنتاج حقيقي عشان تجيب دولار، لأن المعادلة الحقيقية الدولار لن ينزل أساسا إلا إذا كان في إنتاج، ولازم يكون في إنتاج حقيقي. لكن ما دا يسموها سياسة طويلة المدى، سياسة طويلة المدى وبتبدأ بإشنو نسأل عن دارين المعاليات السريعة، ما بتبدأ المعاليات السريعة دي بتبقى ليك زي علو قشد، هي علو قشد ده هو الليلة مرقك من ده، لكن بكرة بعد بكرة السياسة المالية أنا أخذ قروشي في البنك عشان هي ألقاها بكرة بقت تلت قيمتها، ما في زول حيخدها عليك، حتأثر السياسة العوائد الصادر ذاته حيكون قدر شنو إذا ما زادت عمليات الإنتاج. فالعملية دي عملية متكاملة. يعني ما بتبقى بيتس أند بيسز كده برا. عادل الباز، يعني مجددا يعني هنالك خطوات من الخطوات التي اتخذها ايضا بنك المركزي انه اعاد اليه موضوع الذهب احتكارا، فهذه الخطوه طبعا كان قد قام بها من قبل ثم تراجع عنها بنسب محدده والان عاد. اول شيء برايك يعني ما هو الدافع، اول شيء خدتنا في الظروف الدوافع التي جعلته يخطو هذه الخطوه، وهل برايك انها ستكون مؤثره؟ أنا أذكر أشير لنقطتين. النقطة أنت لو كنت بتنزف فأنت بتوجف النزيف والحاجة، نعم صحيح. فالخطوة دي هي إغاف النزيف والتصاعد بعد الدولار ده، بعد ذاك أنت بتشوف المشكلة شنو والعلاج شنو لقدام. أنا أذكر الخطوة دي أسعد لدرجة وقفت النزيف، وبعد ذاك نشوف إذا السياسات الثانية مشت متناغمة بنفس الإنهاء، وفي خطوط تمويل خارجي زي ما بتكلم محافظ البنك، بيبقى ممكن يحصل لنا حالة بتاعت استغلال لفترة. فأنا حاجة بتكلم الدكتور قال أنه الجهات الأمنية الدولار ده التصاعد بتاعه من قبل شهر، يعني قبل شهر كان وبدأت الإجراءات الأمنية لكن ما وقف التصاعد. طيب عشان كده قلنا الإجراءات الأمنية براءه ما بتعمل حاجة، عشان كده لما دخلت عملوا سياسة اقتصادية، المرة الوحيدة اللي شعرنا الدولار ده نزل فيها أو على الأقل نزل بمعدل جيد. طيب أنا دار أقول بالنسبة للذهب، أصلا المشكلة كلها بتاع الذهب أنه أنت دار تشتري الذهب عشان تجد عملة صعبة، ده صحيح استراتيجيا برضو بقول صحيح، لكن عكس الحالة الأولى السعدي مش صحيح، لأنه أنت بتعمل شنو؟ أنت بتشتري الذهب الليلة بتشيل مليارات بتمشي تفك هذه الخلدة بتشتري من الناس كلهم الذهب بتاعهم بتجيبه بيجيك دولار، لكن بتحصل شنو؟ السوق الموازي هنا أنت لما تاخد تريليون ولا 2 تريليون في الشهر لشراء الذهب دي بيكون ما بخد توجه معدل في كونتينر بخد شنوها عشان قيمة تنقص، طوالي بنشوفها السوق الموازي. إذا ما شوفها السوق الموازي خارج السودان بيكتفوا لك ما بتجيك دولارات، إذا داخل البلد برضو يبقى معناها أنت كل رفعوا لك السعر بتاعه، يعني أنت ضخيت سيوله ضخمة جدا وعارف حيشتروا بها دولار، عارف حيشتروا بها ما بقدر حيخزن لك جنيهات سودانية. طيب إذا الحجم بقيت على الدولار كثيرة معناها أنت رفعت السعر، بتعمل حاجة تانية، أنت بترفع التضخم برضو. يعني معدل التضخم المسارع ده برضه انت لما تضخ سيوله كثيره في السوق انت برضه فليها اثار جانبيه كثيره جدا انت مفروض تراعيها وانت بتخطط، لان انت بتتحرك زي شطرنج كل خطوه بتشوفها مؤثره في العوامل الثانيه، لانه الاقتصاد ده كله مترابط، اي خطوه لك لازم تحسبها مؤقتا. الان حقه بنك السودان اذا دار يحصل استقرار مع السياسه بتاعته العمليه ان يوقف شراء الذهب، يوقف تماما،
يوقف بعكس الخطوه اللي اعلنها هو. يعني اذا اخذ مدى مثلا بتاع شهرين ثلاثه وقف نشر الذهب، مؤكد الدولار ده حيعود الى الى الى، لانه الناس اصلا ما حتلقى شو اللي تشتري بها. انت بتشتري بترليونات، الناس حيشتري بها الدولار الشحيح الغير موجود ده. فلذلك هي السياسه ماشيه بالعكس، عشان كده نقول انه الميزانيه مرات تمشي عكس اهدافها. السياسه بتاعت الاسرع دي اللي هو بتاعت تحت الحصائل دي مشى في اتجاه بيهزم سياسه شراء احتكار البنك المركزي للذهب. هزيمه؟ قلت هزيمه ولا شنو عادي؟ لا اصلا هزيمه اذا انت استمريت تضخ تريليونات في في عياد الناس. حنشتروا بها دولار وحيخسروا الدولار ما حتلقى. طيب بروف كيف قادر تشوف ايضا قرار البنك المركزي في اتجاه موضوع الذهب؟ اولا يعني بنك السودان المركزي لا يمتلك يعني نهجا مستقرا للسياسه النقديه، فكل يوم هنالك اجراءات جديده، حصيله الصادر والى اخره، والذهب شراء الذهب يعمل شنو؟ يتعامل مع المتغيرات. والسياسه النقديه يجب ان يكون هنالك نهج للسياسه النقديه في كل العالم معروف، يعني نهج مستمر ومستقر ومستدام بالنسبه للسياسه النقديه. وهذه المساله كونك انك انت تطارد يوميا السوق، يجب ان تتحكم انت في السوق وليس انه السوق هو الذي يتحكم فيك. الان يحدث العكس. يعني الجانب الثاني هو انه بنك السودان المركزي نفسه يحترف بان هذا بشكل غير مباشر طبعا، ان هذا التراجع في سعر الصرف ليس حقيقيا، وانما لاجراءات يمكن ان تخلق اختناق في النقد الاجنبي، لانه من ضمن قرارات بنك السودان المركزي هو تجفيف مصادر النقد الاجنبي الذي يذهب الى السوق الموازي. هذا اعلن هذا الكلام، بالتالي يمكن ان تحدث ازمه خاصه فيما يتعلق به الاستيراد، وهناك مدخلات انتاج وهناك تغذيه وهناك ادويه الى اخره. اكبر دليل على ذلك انه بنك السودان المركزي رفع نطاق التداول، كان حده الاعلى 20، بالامس اصبح 30 و50 30 جنيه ونص، يعني انه رفع النطاق. اما بالنسبه للذهب فانه يعني الذهب ده ما الحكومه ما عندها حصه فيه ولا بتنتجه، هو بينتجوا القطاع الخاص وبينتجوا المواطنين، بالتالي أنه شراء الذهب من أين تأتي الموارد لبنك السودان المركزي لشراء الذهب؟ لأنه الطلب على الذهب كما ذكر الأستاذ حازم أنه الذين يشترون الذهب يشترونه من البنك المركزي، الطلب على شراء الذهب ليس كبيرا. الكبير هو أنه بنك السودان المركزي ما يقوم بإنفاقه لشراء الذهب، وهذا فعلا سيؤدي إلى يعني مزيد من ضخ السيولة، وأنه يبدو أنه بنك السودان المركزي حيطبع النقود عشان يشتري الذهب، إلا إذا استطاع استقطاب موارد خارجية. ثم ما هي الحكمة يعني أنه إذا كان أساسا السودان أو بنك السودان المركزي عنده حصة في الذهب أو عنده حقوق السحب الخاصة أو شهادة الذهب التي يمكن أن تدعم أصول بنك السودان المركزي، في هذه الحالة يمكن أن يحدث استقرار في سعر الصرف، ويمكن أن يدعم هذا الكتلة النقدية الموجهة نحو الإنتاج خاصة في قطاعات الإنتاج الحقيقي. لكن هذا غير حقيقي، يعني أنك أنت من جهة أنك بتشتري بتضخ سيولة في السوق، ومن جهة أخرى أنه الموارد اللي بيجيك عن طريق بيع الذهب ما بتغطي، وبالتالي حتكون هناك فجوة كبيرة جدا حتزيد التضخم. إضافة الآن هنالك عجز بأكثر من 28 مليار جنيه سوداني في الموازنة، أيضا هذا مأزق آخر، كيف أنك أنت تتمول هذا العجز؟ وده أيضا حيزيد المعدلات بتاع التضخم. إذا كان نحن الآن عندنا تضخم جامح أو هايبر انفليشن، طيب أنك أنت بالإجراءات دي حتزيد المعدلات بتاع التضخم، وبالتالي ما حتقدر تسيطر على سعر الصرف. يعني فيعني أنه هنا أهم الجوانب الممكن أنه اللجوء إليها لمعالجة هذا الموضوع هو المسألة بتاعت أنه الحد من الإنفاق، خاصة الإنفاق الحكومي، تقليص الإنفاق الحكومي ودعم الصادرات.
طيب. ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم الصادرات السودانية في المدى القصير؟ طيب خلينا محور ثالث نسمع رأي السيد سمان الوسيلة في موضوع الذهب، السياسات المتخذة تجاه الذهب. قال بروف حسن بشير أنها تعاني من عدم الاستقرار والثبات كما أشرت كذلك. والله هو واضح حتى سياسة بنك السودان كلها فيها عدم استقرار يعني لحد الآن، وده بيعود للكلام اللي قلته أنا قبل، أنه بنك السودان محتاج أن يكون عنده استقلالية في اتخاذ القرار. الشيء الثاني، نحن كان جلسنا جلسات طويلة مع وزارة المعادن. الغريب أنا سألتنا وزارة المعادن ما استشارون في القرار ده، هسه أنا جاي عليكم سألتهم ما استشارون فيه في مسألة الذهب. الذهب زي ما ذكر البروف، الذهب هو أولا لو لاحظت الخريطة بتاعت المناطق دي كلها هامشية بعيدة جدا، صعبة السيطرة عليها. ثانيا المسألة بتاعت أنك أنت تشتري الذهب، بنك السودان ده كان بيشتري بأقل من سعر السوق في الوقت اللي في دول الجوار اللي حولنا اللي بيمشي التهريب عنها أو من خلالها كانت بتشتري بأعلى من سعر السوق. ولذلك اقترحنا في جلساتنا مع الوزارة كلجنة نحن في أنه لابد من تكون هناك بورصة ولا بنك السودان ولا غيره. إذا بنك السودان عاوز يشتري عشان ما يصبح الذهب هو كضمان موجود ككولاترال يكون في السودان موجود قبله، والدولة تسعى لأن تستقطب استثمارات ضخمة لمشروعات انتاجية ومشاريع بنية تحتية، وأنه الضمان بتاعه إذا لم تفي الدولة بهذا يكون الذهب هو كضمان لها، لأنه الذهب ده مصدر ناضب بيمشي بعد ده. إذا مش الذهب ده خلاص ما عندك إنت. الدول الراشدة بتشتري الذهب عشان تخزنه عشان ما يحسن من سعر عملاته. الآن الخطوات المفروض تكون فيه، الليلة في دولة زي يوغندا، أنا عارف أنه يوغندا ما عندها ذهب لكن بتبيع ذهب سوداني، في تشاهد في ذهب سوداني بيتباع. التهريب في البنك الدولي عنده كلام خطير جدا بيتكلم عنه، أنه في السودان له 3 سنوات بينتج أكثر من 200 طن في السنة. التهريب ده ما حيجيف لأنك إنت لما تديني قروشي المفروض أنا أخذها. أنت الليلة كبنك زي ما ذكر البروف حتطبع قروش عشان ما تشتري بيه، عاوز تجيب بيه عملات دي. إذا ما توجهت هذه العملات البديهية، إذا ما وجهت لها مصادر الإنتاج الحقيقية اللي بتستزعفك وديال الإنتاج الحيواني والزراعي في أوقاته وفي مواقيته، أنت حتكون زدت كل العوامل الأخرى التي تؤدي إلى يعني زيادته بعد شوية الدولار، زيادة التضخم، انفلات في السوق، أسعار خرافية. ولذلك العملية هي متكاملة، عاوزة مبدأ بورصة، عاوزة ريفاينري اللي هي المصفة بتاعت الذهب دي الموجودة دي ما صالحة خالص. الموجودة دي دائرة توسيع، دائرة زيادة الطاقة عشان بتقول عشان الذهب ده يطلع حوزاته مخطوب من هنا ومعروف، عاوز الضبط في سياسات التهريب. يعني الليلة حتى في الدستور ولا في القانون احنا ما عندنا تهريب الذهب، ما فيه جريمة موجود فيه. الآن مش في قرارات جديدة بخصوص المهربين بالنسبة للذهب وغيره؟ ما دي حسب يا دوب داري لحقوها الليلة دي لكن ما كانت موجودة. لكن الأهم من التهريب ليه؟ بتهرب لأنك انت يا ما بتدي أو لأنه عنده التزامات ما قادر يوفيها عن طريق وعاوز مدخراته دي يحفظها. ولذلك لابد من تكون في سياسة للذهب، سياسة شاملة مش زي السياسة المالية النقدية، زي السياسات النقدية برضه. طيب. وتكون فيها صفة الاستدامة. صفة الاستدامة. طيب ليه ما في صفة الاستدامة عادل؟ يعني لو رجعنا هناك تخوفات من أنه يؤدي هذا القرار إلى تهريب الذهب، يؤدي لنتيجة عكسية. صحيح طبعا. أنا أفتكر أنه القرار احتكار الذهب لأنه رغم أنه بنك السودان عمل معيار جيد، المعيار هو السوق العالمي، لكن المشكلة أنت بتشتري من الناس بالعملة السودانية. طيب أنا إذا لاقي أني أهرب لدبي وأجيب دولار من هناك، ما أنا أحسن لي أعمل القصة دي يعني نبيعه ثاني حاجة، هل أنت فعلا أنت مسيطر على الإنتاج بتاع الشركات لكن مو مسيطر على الإنتاج على هالي؟
صحيح أسعى بدو أمنية بسيطر على المصاهر بتاعت الذهب، أنه أي زول عنده ذهب ما بشيله حجر بيجيبه عشان يسهروا الوقت ده يكون بيتم السيطرة عليه. لكن ده برضو في النهاية ما حل. يعني أنا أقول الحلول الأمنية قد تكون معالجات موقتة لكن معالجات طويلة المدى ما بتحلك. أنا بسوي أنه حقه كسودان موضوع أصلا موضوع شراء الذهب ده الآن حقه وقته لأنه بيت السياسات الثانية. يعني أي محاولة لشراء ذهب الآن معناه أنه ما تتوقع أن الدولار ده يزبط لك في حتته. هل برضو موضوع السعر التأشيري ده بيخليهم هم ذاته في سباق مع السباق نفسه مع الدولار؟ يعني كل ما مضى إلى الأمام حاولوا الوصول إليه كذلك عادل؟ طبعا إذا 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 السياسة هزمت بنك السودان متوقع أن يمشي مع السعر التأشيري، يعني ممكن بعد أسبوعين يقوم يطلع سعر تأشيري ثاني 41 يطلع 51 تكون ماشية لقدام. لكن السياسة ما هزمت الدولار ده ممكن يترشح ينزل لتحت، يعني ممكن ينزل لحد العشرينيات إذا السياسة ما هزمت بإجراءات ثانية. يعني هل هذا تعتبر أنه هذا القرار ممكن يهزم السياسة؟ يعني هنا خريطة، أنت بتشوف مستويات التضخم، بتشوف مستويات العملة اللي عندك، احتياطياتك، بتحسب الكلام ده كله وتتخذ القرار. لكن لا يمكن أنه بس تشوف حاجة واحدة وتتخذ ده القرار. في الاقتصاد عندنا حاجة اسمها other things remain equal. إذا الحياة بقت ما equal ما مستقرة ما تقدر تعمل قرار بعنصر واحد طوال بتخبط لك بقى العناصر. طيب بروف، يعني تفصيلا نرجع للنقطة التي ذكرتها، أنت تبحث خارج هذه المعادلات، خارج هذه يعني القرارات، أنت تبحث عن قرارات أخرى متصلة بإنفاق الدولة، متصلة بالصادرات، أوليس كذلك؟ نعم. أيوة طبعا، إذا كانت الإجراءات أول الأسباب التي أدت إلى انخفاض سعر صرف الدولار هي يعني أسباب اقتصادية، فيمكن أن يكون هذا الأمر إيجابي، ولكن هذه الأسباب يجب أن تكون واضحة وأن تكون مستدامة أو على الأقل مستقرة. يعني إذا استطاعت السياسات الكلية، السياسة المالية والسياسة النقدية معا، إذا استطاعوا أن يحجموا يعني معدلات التضخم عند رقم محدد، إذا استطاعوا أن يوقفوا التدهور المستمر في السعر صرف الجنيه السوداني، ستكون هنالك يعني انه نتائج ايجابيه على المؤشرات الاقتصاديه. ولكن الدلائل تشير الى ان هذه الاجراءات يعني ليس في مصلحه الاقتصاد. يعني على سبيل المثال تقليص السيوله، تقليص السحب من البنوك، هذا يمكن ان يؤدي الى اهتزاز كبير في الثقه بالجهاز المصرفي. ومن ناحيه اخرى إذا استمر مثلا السحب من المصارف يوميا، يعني أي شخص أنه يسحب 50,000 جنيه في اليوم، البنك المركزي نفى ذلك. نعم البنك المركزي نفى ذلك، قال ما عمل سقوفات. لكن الآن في صفوف أنه موجودة في المصارف، وليس بالضرورة أن يكون هذا القرار معلنا. مثلا يمكن أن تذهب إلى بنك وتطلب أنه عندك شيك مثلا ب 250,000 جنيه، ولا البنك يعني يحتذر أنه لا يملك السيولة الكافية. وهذه مشكلة، هذه مشكلة حقيقية، لأنه دي بتدل على عجز يعني في الجهاز المصرفي. المهم فأنه هذه القرارات هي ما واضح أنه أنت بتهرب من أزمة فتقع في أخرى، يعني بعد أنت بتعمل زي درجات، يعني لانه واضح انه العمله الوطنيه في اللحظه دي بتبقى ما بتبقى، يبقى في اتجاه للتخلص منها لصالح الدولار. أيوة نعم، وبالتالي هذا يفاقم بسعر الدولار. أيوة ويدهور الجنيه، سعر الصرف مثلا للجنيه السوداني. اضافه لذلك هذا الجانب المأزق، مأزق الذهب، يعني ايضا يتلخص انه الهامش بين سعر الذهب الذي يشتري به بنك السودان المركزي والسعر العالمي او السعر حتى الموجود في السوق الموازي، قدر الموجود يعني في السوق الموازي، إضافة لإمكانية التهريب وإن كان بنسب بسيطة، هي أيضا أنه حتخلق مشكلة، لأنه هذه الأسعار سواء كانت في السوق الموازي أو في الخارج أو السعر العالمي سيكون أعلى من السعر الذي سيحدده بنك السودان المركزي. وهنا أيضا تبدو يعني أنه مشكلة
مستحصية على الحل، لا بد أن تتوفر لديك احتياطات كافية أو كافية نسبيا، يعني ليس بالشكل المنتظم احتياطات أجنبي. احتياطات كافية نسبيا معناها أنت بتتكلم عن حاجة خارج المعالجات الوقتية الآن. أيوة بالضبط كذا، يعني على المدى القصير على الأقل أنه حتى تستطيع أن يعني تتنفس وأن تخطط على المدى المتوسط والطويل، كما ذكرت أنه ده محتاج لإعادة هيكلة بالنسبة للاقتصاد السوداني، وهذا الأمر ظلنا ننادي به يعني منذ يمكن يكون منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، يعني بعد ما ظهرت النتائج بتاعت الأزمة، حتى قبل انفصال الجنوب ومع انفصال الجنوب، وحتى الآن لم تتم إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني، ولا زلنا نتحدث عن الذهب وعن ريعية الاقتصاد السوداني. طيب. وعن الثروة الحيوانية أيضا، هذا أيضا نتاج ريعي وإلى آخره، يعني فهذه نحن نحتاج إلى الإنتاج والتنويع والجذب الاستثمار الأجنبي ولتكثيف الاستثمار في البنيات التحتية وقطاعات الإنتاج الحقيقي، هذا هو الحل، ولكن كيف الوصول إلى هذا؟ كيف الوصول إلى الحل؟ طيب أحمد، التصريح بتاع السيد مبارك الفاضل في الجريدة السودانية أول أمس لو ظهر على الشاشة صورة الصحيفة، يعني السيد مبارك السيد سماني نعم مبارك الفاضل أزرع خفية من الداخل والخارج تنسق لإحداث اضطرابات اقتصادية. السيد مبارك جهاد عديدة في الدولة ترى أنه السيد سماني أنه هنالك محاولة لخلق هالة من الهلع والخوف، ودي بالتالي بتدفع الناس في اتجاهات، يعني لا تستطيع أن تنكر أن هنالك من يسعى للفرصة، يعني تفتكر أنه دي فرصة الحكومة دي يعني قدر ما قدر يسقطها بالجانب العسكري، دي فرصة تاريخية الآن أتت في حالة الشد والجذب هذه أنه يستغل هذه الفرصة، يعني نستطيع أن نعتمد هذا التفسير بجانب اعتمادنا أيضا على تفسير آخر يتصل بإجراءات الحكومة نفسها، هل تفكر بعقل واحد، هل تصدر عن رؤية واحدة، هل هي سياسات البنك المركزي فقط كما نقول الآن، أم ينبغي أن تكون هي سياسات مجلس الوزراء كلية، وهكذا، يعني كيف نستطيع أن نمضي بين هذه التأويلات لنبصر المخارج والحلول؟ والله شوف، هو الجو الآن ممكن يكون فيه أي ممكن تستغله أي جهات، وخاصة لو شفت الميديا الآن أنت حتى ما بتقدر تحارب كثير، لأنه الميديا دي ذاتها سبب وسيلة تحويل بتاع قروش، يعني تحويلات المغتربين ممكن أن تتم خارج الإطار بتاع الجهاز كله، أنه ناس خد قروش بهنا وتدفعوا لها ناس اللي بيسحبوا من هنا ديل، ودي ما بتحاربها بقوانين أمنية ولا بقوانين بقوانين تشجيعية، عشان ما تيجي، لأنه ده واحد من أهم المصادر وفي دول كثيرة جدا بتعتمد عليه، حتى الهند ذات الاقتصاد القوي ده بتعتمد على تحويلات المغتربين بمبالغ ضخمة جدا، الناس اللي بتصدرهم العمالة دي، أثيوبيا مصر وعندهم تجارب مميزة جدا في ده. الجودة لما ليه خانق جدا بقى بالنسبة للإنسان، كل على هواه، كل يبكي على لله، في ناس فعلا الآن في تسجيلات بتسمعها مخيفة جدا، ناس يعني أنا سمعت واحد أنا متأكد أنه كلامه ما صحيح، لكن بيقسم بالله أنه هو الناس وما سحبوا لحد يوم الاثنين تاني ما حيلين في فلوسه، وكذا يعني أشياء كثيرة زي دي ماشي. لكن نرجع للمشكلة الأساسية زي ما ذكر الأخ بروف حسن، في أنه إحنا مثلا لما جات حرب صدام بتاعت الكويت قلنا أصلا نتأثر بأي حاجة، جات انفصال الجنوب قلنا أصلا ما حيتأثر بينا، إحنا دايرين سياسات واقعية وتكون خارج الإطار بتاع التفكير، تكون في إطار مؤسسي. الآن إحنا محتاجين لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية دي، ومحتاجين للنظر من خارج الدائرة المقلقة فيها الموجود فيها إدارة الاقتصاد، لابد من الاستعانة بآراء جديدة، لابد من الاقتصاد مدرسة جديدة في الاقتصاد، كما يعني مش مدرسة جديدة، لكن الاقتصاد ما أصله علم بدائل، ما أنت ما ممكن تكون واقف، يعني أنا أديك مثال مثلا، يعني حتى الضرائب أو السلع الدول الراغية دي مثلا بتعمل على الخمور، تعمل ضرائب عالية جدا وتعمل على غرامة، ما في زول بيحتاج الليلة، شنو الليلة لو احنا مسكنا بعض السلع ووضعنا عليها رسوم عالية جدا زي السجائر مثلا، ما بالضرورة زول يشرب سجائر، يعني ليش يشرب سجائر؟ يشربوا سجائر يقلل السجائر اللي بيشربوا،
الصعود بمؤاخذة التنباك ده الحاجات الكثيرة اللي ما هامة. أنا بقصد أنه إحنا لابد حتى نتجنب مثل هذه الفرص التي قد تستقل أمنيا ضد الدولة. أولا إحنا حتى الليلة لو عاوزين مشاركات بتاعت استثمارات كبيرة إحنا محتاجين لاستثمارات ضخمة جدا في مشاريع البنى التحتية التي تحرك الاقتصاد مهما ننتج ومهما نعمل. إذا ما في بنية تحتية بتحرك هذه المنتجات ما بنقدر نمشي لقدام. ده ما بتيم إلا بسياسات مستقرة. بعلاقات مستقرة سياسات مستقرة علاقات سياسية. نحن الآن مربوطين في مزارة السلام دي. إحنا إذا تنازلنا في منطقة السلام دي هسي الآن للقوى خصومك ذاته ما بدك الفرصة طوال يحاولوا يعقدوا عليه. ولذا أنت بتتنازل لمنه أنت بتتنازل للشعب السوداني. طيب. والرابح هو الشعب السوداني والخسران هو الشعب السوداني. طيب هذا تفسير آخر في موضوع السياسة. عادل الباز يعني بين الحديث عن إجراءات يجب أن تراجع وبين فاعلية بعض هذه الإجراءات الآن انت عملت بين يعني نعم عملت بين اجراءات قلت بانها خطوات جيده واجراءات اخرى تحتاج ان تراجع. هنالك حديث ايضا عن حاله الهلع التي تخلق عبر الوسائط تخويف الناس دفعهم دفعا نحو المصارف لسحب اموالهم ويدعك يعني هذه ايضا تعقد من الازمه بلا شك وهناك من يستثمر فيها. بين هذا التفسير الذي يجنح إلى نظرية المؤامرة وهي موجودة بلا شك في الدنيا يعني وبين الحديث عن الإجراءات كيف يمضي عقل الحكومة في التفكير والتعاطي مع هذه الأزمة؟ الحكومة فرض يعني ما يقود الاتجاه العام بتاع الإعلام أو تقود الممارسات الفعلية. يعني هي أصلا إذا بتخ عندها قروش وقاعدة تضخها للبنوك بمثل السيولة المغررة للبنوك تغلق البنوك بسيولة عشان ما في الإشاعات ما بتموت. ما أنا إذا مشيت البنك ولقيت قروش شرفت وطلعتها خلاص الإشاعة ماتت. عشان كده الممارسة العملية دائما يمكن تهزيمها وراء التصريحات هو بتسحب قروش البنوك تمشي تشتري بها دولار ما يمكن تسحب القروش تشتري بها دولار بتبحث الدولار وبالتالي يحصل له الصعوب. واضح ان المعادلتين في وقت واحد حاصله يعني كويس. انت 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 فعلا لو خليت الهلع ده مستمر بتحصل كروش البنوك. طيب انت عملت معادله تعطيك خفض 13 دولار بكره السحب من البنوك بخفض. طيب نعم. محتاج لخطوه ثانيه عشان بعد بكره الدولار يبقى 31 اللي هي يساوي لك السعر التاشيري يبقى الزول حاسس ان الدولار ده المفروض هو يتخلص منه يشوف انه والله. وبعدين هي القروش عمليه يا طاهر البلكي بتاع القروش البلكي عند الشركات الكبرى المواطنين الصغار صغار عندهم كم يعني ما 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 حاجه مزعجه بالنسبه للدوله يعني البلكي بتاع القروش موجود بشركات الاتصال موجود بشركات الكبرى موجود الناس اللي عندهم موارد ضخمه شغالين بها. تلك القروش الموجوده هناك اللي هو بيتكلم عن مليارات تريليونات وكده دي اللي إذا اتسحبت مزعجة من النظام المصرفي دي ما قاعد تتسحب الساعة ودي كويسة اللي هو النظام المصرفي وين واجي أزمة خطرة. بنك السودان هو بتحجيم السيولة من تغذية البنوك للسيولة حيعمل الهلع ده. الأفضل أن بنك السودان يرفع سقف السيولة بالبنوك أي دار قروش يشيله ما بتحصل حاجة يعني لأن هي كم داتا تتكلم عن اقتصاد شو عجز الموازنة بتاعته 28 مليار يعني حاجة ضخمة. فأنا أتخلي إذا مشت السياسات صحيحة حالك كان هلع دي كل يومين وبتشوف الناس في تحسن في سعر الدولار ومرات قد تشوف أنت بعد شوية تشوف الله أحسن تخلي قروشك تقعد جنيهات سودانية إذا في الاقتصاد بإدارة ذكاء وبشكل شمولي يعني. صحيح. بروف حسن بشير تعليقك. والله عندما تمت إجازة هذه الموازنة يعني حذرنا من أن هذه الموازنة ستتسبب في ذعر اقتصادي وتضر ضرر بليغ بالأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي. وبالتالي أن الأجواء كما ذكر يعني الأزمة كامنة في الموازنة نفسها. الموازنة نفسها طبعا الموازنة أزمة بالتأكيد لأنه هي السياسات الكلية سياسات مالية يعني نحن نحاول نقول التفسير الأولى
تفسير لحالة التداعي السريع، هل هو سوى الموازنة يعني أو الميزانية؟ نعم. الناس ما بيفسروا يقول لك في شنو الحاصل، شنو ليه زيادة، ليه بالسرعة دي، يعني ليه الموضوع ما فيه ثبات، ما فيه استقرار؟ أنت بتفتكر أن الموازنة أو الميزانية هي السبب يعني؟ الموازنة بمجرد ما تم إعلاء رفع الدولار الجمركي ورفع الدعم عن الخبز، وأنه طوال أنه حصلت موجة عارمة من التضخم وارتفاع جنوني في الأسعار، وهذا طبعا أنه يسبب الزعر الاقتصادي بشكل مباشر وفوري ويضرب الأمن الاجتماعي، وأنه يسبب خوف وهلع يعني عند الناس على حياتهم. الإنسان مهموم يعني بحياته اليومية وحياة أولاده في احتياجاته الأساسية، إذا كان أنه هو بتضرب في الاحتياجات بتاعته الأساسية بالتأكيد حيكون غير آمن يعني. بالتالي أما الجوانب المتعلقة بالمسألة بتاعت الاختراقات الأمنية وتخريب النظام النقدي، فهذه طبعا مسؤولية الدولة في المقام الأول، لكن الأجواء فعلا الآن مواتية تماما للمسألة بتاعت الشائعات والاختراقات وإلى آخره، لأنه الوضع مأزوم تماما يعني. فمن الجوانب يعني الجوانب المالية والجوانب النقدية، الجوانب المالية انعكست مباشرة في المستويات بتاعت الأسعار في غلاء المعيشة يعني، بشكل أنه يعني إذا قرينا حسابات بسيطة سنلقى أنه المبالغ التي يحتاج إليها الشخص لضمان قوته اليومي مخيفة. فبالتالي أنه هنا أنت المسألة بتاعت الأمن الاقتصادي الذي أطعمه من جوع وأمنه من خوف، هنا أنه حصل اختلال رهيب يعني، أنه يعني في خوف من الجوع، في خوف في عدم أمان، فبالتالي طيب. أنه هذه الأجواء يعني بتعمل طيب حقه يعني نرسم ختاما، نرسم خارطة الطريق للخروج يعني من جديد. نحن عندنا أزمة راهنة موجودة، سماني موجودة حاليا، عندنا مريض في حالة تقتضي إزعافه في المقام الأول قبل وضع روشتة العلاج طويلة المدى يعني. ماذا تقول الآن لمعالجة هذا الموضوع يعني؟ أنا بلخصها طبعا، شوف ما في بلد في الدنيا دي ما عندها حوية لتعاون مع دول أخرى، بمعنى أنه يعني هي كلها التبادل بين الدول هو وفرات الدول بتمنحها لدول أخرى، بيكون بها رابط بينها كثير من العلايق الثقافية الاقتصادية المصالح المشتركة وكذا. وأنا أفتكر الآن إحنا أزمتنا السياسية الأساسية اللي كانت هي انخلقت ووضعتنا في الحتة دي محتاجة لمكمل في ملف السلام، الحل السياسي. نعم. الحل السياسي أولا هو بيجيب لك الكلام اللي جابه قبيل أخونا عادل الباز بتاع الانجكشن أوف ماني للدول ذنبنا في يعني وقفت عندها مواقف الآن كانت أسوأ. جربوه من نيفاشا وكده يعني، لكن نيفاشا احنا طيب ها السياسة يعني السلام أولا، السلام بيمزق كثير جدا، جزء كبير جدا من زيادة الأمن بكل بمختلف تقسيماته، بيقود إلى حركة استقرار. طيب خلاص ما أخذنا السلام، حركة الاستقرار دي بتفتح عليك العالم. أنت تعول على الدعم الخارجي، الاسناد الخارجي اللي سجل، ما انت محتاجه بشكل كبير، محتاجه بشكل كبير. انت مواردك دي لن تستطيع ان تحولها الى ثروات طبيعيه حقيقيه الا بعون تكنولوجي ومالي مع دول صديقه، دول راغبه في انك انت تكون عندك يعني امكانات تتحرك بها. طيب عادل، انت طرحت كذلك موضوعا في ضمن المعالجات، صحيح انت برضو ركزت زي السمان الوسيله من الحل الاول انه اقناع الدول الحليفه بوضع ودائع في البنك المركزي، واشرت الى هذا في بدايه مداخلتك، لكنك ايضا اشرت الى استيراد الدوله القمح والجازولين عبر المخزون الاستراتيجي، فما هي دلاله ايضا هذه الخطوه في رايك واهميتها بالنسبه للازمه الراهنه يعني؟ اهميتها انه لما الدوله تسرق عبر حدود طويل من الدول الاخرى زي ما بيتكلم السيد المحافظ، انه في بنوك وعدد بخطوط تمويل يعني طويله المدى مثلا زي تركيا زي دول الخليج، دي بتساعد بانه البنك المركزي بقى ما محتاج لدولار، ما محتاج لدولار اسرع دي عشان يقدر يشتري بيه الجازولين والقمح والينابيع، بيبقى خلاص في فاتوره
هي مؤجلة لسنتين ثلاثة لقدام، وفي خطوط طويلة طويلة جدا يعني سنين طويلة، ممكن تقول أربع خمس سنين بتكون مفتوحة. أنت بتخفف الضغط على الدولار، خففت الضغط على الدولار، أنت ما سعى المشكلة وين؟ الحكومة بتقول دارجة جليل بتدي إكس من التجار، إكس من الشركات لهذا العطاءات الفتحت دي في الجرائد. أنا جايين جنح شركات تجيبوا لنا بالمحلي بيقولوا ده بيشيل كروشن بنك السودان بيدخل السوق بيشتري الدولار، الدولار بتصاعد. طيب بنك السودان إذا هو بقى ما بترعى عطاءات بيجيب هو عبر الهيئة المركزي وبيع للشركات في بورصة السودان، بيبقى ما في ضغط على الدولار آني، يبقى معدل التصاعد الدولار أهو على الأقل بيكون في حالة بتاع استقرار، لأن ما في حوجة ليه. وبالمناسبة حوجتنا كلها ما كثيرة، يعني نحن كل الحياة ما بتعمل لها 4 مليار، يعني الحياة سوى قمح ما بتعمل 4 يعني مليار، يعني مخارجة الاقتصاد السوداني من أزمته الراهنة ما دار قروشا كثيرة، يعني بحسابات العالم، يعني ما بحساباتنا المحلية الآن بحسابات العالم ما دار قروشا. نحن سعيدين الرمز الهنادة، نحن اللي جينا 5 مليار موضوع ذا ما خدير، يعني الرمز ما عنده ضريبة. طيب يعني نعم بروف، يعني أيضا لو وضعنا يعني اديناك القلم للرشدة العاجلة والسريعة، يعني حكينا قبل كده عن أنه الحل السياسي أولا، وفعلا أنه زي ما قال أستاذ سمان الوسيلة من ضمن السلام طبعا بالتأكيد أنا أتفق تماما في هذا الموضوع. الجانب الثاني أنه يبدو أنه الحوار الوطني لم يحل مشكلة الحكم والنظام السياسي في السودان، فالوضع يحتاج إلى الذهاب أبعد من الحوار الوطني. لكن المشكلة الكبرى يعني أنه الآن آنيا والتي يمكن أن نتحدث عنها في الهواء الطلق، لأنه هنالك أشياء لا يمكن أن تغال. فمثلا الإنفاق الحكومي على الجهاز الإداري المتضخم في المركز والولايات، هذا أنه يلتهم يعني جزء كبير جدا من كيكة الموارد المتاحة الشحيحة للدولة، فهذا الأمر لا بد أن يعاد فيه النظر وتغليص الإنفاق الحكومي بجدية. إضافة لذلك كما ذكرت أنه يعني بذل جهود مضنية لدعم تنافسية الصادرات السودانية وتقديم الدعم للصادرات واستقطاب موارد من الاستثمار الأجنبي من الدول التي تعتبر صديقة، يعني يعني أنه قدر الإمكان، لأنه المزالة بتاعت المنح ومنح من الدولة الفلانية والدولة كذا أنا ما أخلي أنه المزالة دي مدية، يعني لأنه استجدان منح هذه مزالة يعني ذاته. شكرا لك يا بروف. شكرا بروف حسن بشير. يعني رشدتك واضحة لكنها يبدو أنها صعبة التطبيق، مش كده يا سيد السماء؟ دائرة صبر شديد، لو سمحت لنا دائرة أقول مكمل آخر لكلام البروف. برضو في كثير جدا من الشركات التابعة للأجهزة الحكومية والمؤسسات لابد أن تخرج من النشاط الاقتصادي ده، خروج الحكومة من النشاط، لأنه الآن الحكومة عندها مؤسسات كثيرة جدا شغالة، وده الآن في مبادرة طرحت في الميزانية دي نفسها أنه مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة، لكن تكون مشاركة ليس قائمة على الأسلوب القديم بتاع الشركات الحكومية الشغالة دي. شكرا لك السيد السمان الوسيلة رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان. شكري للأستاذ عادل الباز رئيس تحرير صحيفة الأحداث نيوز حدثنا من الدوحة، وشكري أيضا للبروفيسور حسن بشير أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين. الفقرة التالية التي تلي هذه الحوارية تتحدث حول واقع الصحافة السودانية على ضوء أيضا تحديات الاقتصاد التي ألقت بظلاله، الدولار ألقى بظلاله على الصحافة، بقت تبيع بسبع جنيه زي يعني الحاصل في البترول. فهل هنالك الآن من اتجاه للصحافة الإلكترونية، خاصة أنه ناشرين بدوا يعني ما دارين ما دارين جريدهم تظهر في التلفزيون، ما دارين تظهر في الإذاعة قبل الساعة 5، ما دارين الناس ينقلوا عنها في الواتساب. فبات السؤال الآن على ضوء تحديات الواقع الاقتصادي، هل من مستقبل للصحافة الورقية؟ هل بات الاتجاه نحو الصحافة الإلكترونية أمرا واقعا لا مفر منه؟ بعد الفاصل.